السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحلة جديدة. دلوقتي في واحد من أشهر مطاعم الوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية، وهي سلسلة مطاعم البيك. ويمكن في ناس كتيرة ما تكونش عارفة إن البيك أصله فلسطيني. مؤسس سلسلة مطاعم البيك هو شخص فلسطيني الأصل، ولكن هو سعودي الجنسية، اللي أسس أول مطعم للوجبات السريعة باسم بروست في جدة سنة 1974. المطعم ده موجود على طريق المطار القديم، واللي كان عبارة عن إنه في الأول كان مستودع قديم، ولكن قدر يحوله لمطعم صغير يقدر ان هو يبتدي بيه سلسلة المطاعم بتاعته. ولكن في البداية فشل ذريع، ولكن صاحب المطعم ده خد في دماغه عدة عوامل طبقها ومشي عليها علشان يتنقل من فشله في افتتاح اول مطعم للبيك للنهاردة في السعودية في اكتر من 120 فرع المطاعم البيك، وفرعين كمان موجودين في البحرين وفرع موجود في الامارات. فكمل معايا الفيديو للاخر بقى علشان تعرف قصة الشخص ده، وهي العوامل بالظبط اللي هو خدها في الاعتبار وطبقها علشان يحول فشله الذريع ده لواحد النهاردة من اشهر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في السعودية. كمل معايا الفيديو للاخر بقى علشان في اخر الفيديو هقول لك على سر خفي يمكن ناس كتير قوي ما تعرفوش، واللي يعتبر هو اهم عامل من عوامل نجاح البيك لحد النهاردة. فاهلا بيك في الرحلة، انا محمد سعد ودي قناة الرحلة، والنهاردة هنتعرف على قصة نجاح سلسلة مطاعم البيك في السعودية. بدأت الرحلة في فلسطين الحبيبة في 1928، لما اتولد شخص اسمه شاكور أبو غزالة، الرجل اللي وضع حجر الأساس في إنشاء سلسلة مطاعم البيك اللي موجودة النهاردة. شخص فلسطيني الأصل ولكن هو سعودي الجنسية، كان بيدير أحد المستودعات القديمة في جدة، وكان ساعتها شايف إن المملكة محتاجة لمطعم بفكر جديد، مطعم يكون ليه خلطته السرية وتوابل ليها طعم مختلف عن الوجبات التانية، وفي نفس الوقت تكون أسعار الوجبات معقولة وعلى قد الإيد. بمجرد ما جات له الفكرة ابتدى إن هو يرتب لها، فحول المستودع القديم اللي كان شغال فيه في جدة وحوله لمطعم صغير يعمل وجبات البروست، وكان شايف بقى ان الفكرة دي كده فكرة مختلفة وهتنجح نجاح باهر. وفعلا تم افتتاح المطعم في سنة 1974 وكان اسمه بروست، ولكن على عكس المتوقع فشل ذريع، ما قدرش ان هو يحقق له الارباح ولا الطموحات اللي هو كان متخيلها قبل ما يفتح المطعم. المطعم فعلا كان محدش بيروحه خالص، لدرجة ان في السنة كلها ما كانش بيوصل لمية وجبة بيقدر يبيعهم، لان بالنسبة للناس وقتها فكرة انك تجيب فراخ وتقليها في الزيت على شكل بروست كده، الطريقة دي في عمل الفراخ وقتها ما كانتش منتشرة، والناس كانت مستغرباها جدا. مع مرور الوقت المطعم بتاعه ما جابش النتائج اللي هو مستنيها، مع معاناة شكور أبو غزالة لمرض السرطان توفى في 1976، يعني بعد سنتين بس ما افتتح المطعم ده وهو عنده 48 سنة، علشان ينتهي معاه حلمه في إنشاء مطعم البروست. ولكن زي ما بنقول اللي خلف ما ماتش، رامي وإحسان هما أبناء شكور أبو غزالة، واللي كانوا مؤمنين جدا بفكر والدهم. وقت ما والدهم توفى كانوا هما الاثنين لسه طلبة في الجامعة، قرروا هما الاثنين ان هما هيكملوا المشوار اللي بدأوا والدهم، ولكن اتفاجئوا هما الاثنين بصدمة شديدة جدا، وان البنك بيبلغهم انهم عليهم مديونيات بمبالغ كبيرة، والبنك بيعرض عليهم حل من الاثنين، يا اما تمضوا على شيكات وكمبيالات وتسددوا المبالغ دي خلال سنتين، يا اما هيتم الحجز على كل ممتلكاتكم. رامي واحسان كانوا اشخاص طموحين وعندهم من الايمان والثقة ان هما هيقدروا يتجاوزوا المحنة دي، فقرروا فعلا ان هما خلال سنتين هيعملوا بكد وباخلاص وبجهد عشان يقدروا يسددوا المديونيات اللي عليهم للبنك، وان هما مش هيستسلموا ولا هيتم الحجز على ممتلكاته. وفعلا هما الاثنين ربطوا الحزام وعاشوا حياه التكشف على قد ما يقدروا، علشان فعلا بعد سنتين يقدروا ان هما يسددوا الديون اللي عليهم. اكيد دلوقتي بتسال نفسك، وهم جابوا الفلوس دي كلها منين؟ اولا هما الاثنين اعادوا تشغيل المطعم القديم بتاع والدهم، وعلشان طبعا يقدروا يوفروا في الفلوس على قد ما يقدروا، ما كانوش بيعينوا حد ولا بيشغلوا حد معاهم، كانوا هما الاثنين بيشتغلوا بيقدروا يعدوا الطعام هما الاثنين، بيجهزوا الوجبات للناس، وفي نفس الوقت كانوا بيكنسوا بينظفوا المطعم، وقللوا مساحه المطعم علشان ثمن الايجار بتاعه يقل. لابن احسان كان في الاصل مهندس، ولكنه قرر ان هو هيسيب مجال الهندسه ويتجه يكمل المسيره بتاعه والده. والله دي احسن حاجه عملها. سافر احسان الى باريس علشان يدرس علوم الاغذيه، يفهم الوصفات كويس علشان يطلع باعلى جوده للمطعم بتاعه، واللي هو فعلا قدر ان هو يعمل الوصفه السحريه والتوابل السحريه المميز بيها مطعم البيك عن كل المطاعم التانية. ولكن عاده البشر كلهم لما بيشوفوا حد ابتدى ان هو ينجح او يفتح مشروع ويمشي معاه، بتلاقي الناس كلها بتبتدي تقلده ويفتحوا مشاريع تانية زيه، كوبي بيست زي ما هو. ده بالظبط اللي حصل. من بعدها اول ما المطعم بتاع بروست بتاعهم ابتدى ان هو ينجح، ابتدى ينتشر بعدها مطاعم بروست كتير جدا في جده، لدرجه ان في جده وصل عدد مطاعم البروست لاكثر من 400 مطعم. وطبعا مش كل المطاعم هتبقى بنفس جوده المطعم الاولاني. مع اقبال الناس على شراء وجبات البروست من المطاعم المختلفه، اكتشفوا ان المطاعم دي بتقدم وجبات سيئه، وابتدت الفكره تنتشر عند الناس، والاعتقاد السائد ساعتها ان هم كانوا بيقولوا ان كل مطاعم البروست اكلها وحش، وبالتالي الموضوع ده اثر عليهم هم كمان بالسلب. وهنا بقى كان لازم هم
هما الاتنين يفكروا يعملوا حاجة تميزهم عن باقي المطاعم التانية دي كلها. يعني بالعقل انا كراجل كده عايز اكل بروست، ايه اللي هيخليني اسيب كل مطاعم البروست دي واجي اكل في المطعم بتاعك الا لما يكون عندك انت حاجة مميزة مش موجودة في المطاعم التانية. فابتدوا ان هما يركزوا اكتر على تدريب العمال اللي عندهم في المطعم، يعلموهم ازاي يقدروا يخدموا الزباين على احسن وجه، وازاي يقدروا يرتبوا العمل ما بينهم، وازاي يقدروا يطلعوا باعلى جودة للوجبة بتاعتهم، ويعاملوا الزبون اللي جاي المطعم ده كانه مدير المطعم بالظبط، عشان الزبون اللي يجي ياكل عندنا مرة يحس بفرق في الخدمة وفي جودة الاكل وفي المعاملة وفي السعر وفي كل حاجة عن باقي المطاعم التانية. وتاني حاجة ان كل المطاعم اللي شغالة دلوقتي بتقدم الوجبات بتاعة الفراخ المقلية في الزيت دي اسمها بروست، لازم نغير الاسم بتاعنا ويبقى لينا اسم مميز. لحد ما قرروا فعلا في 1986 ان هم هيغيروا اسم المطعم الى البيك، والبيك اصلا هي كلمة تركية ومعناها الباشا، زي ما بقول كده مراد بيك ارجوك لا تتركني هيك. ومن هنا بقى ابتدى البيك يبقى علامه مميزه، مميز عن كل مطاعم البروست اللي موجوده في المملكه، اسم مختلف وخدمه مختلفه وطعم في الوجبات ووصفه سحريه مش موجوده في مطاعم البروست اللي موجوده التانيه. بعد النجاح الكبير اللي حققه رامي واحسان في مطعمهم البيك اللي كان موجود في جده، ابتدوا بعدها يفكروا ان هم ينتشروا ويفتحوا مطاعم اكتر، وكان اقرب حاجه لجده ان هم يفتحوا في مكه المكرمه، واختاروا المطعم اللي موجود في شارع ام القرى في مكه المكرمه علشان ينجح نجاح ساحق. وابتدت الناس تطالب بان البيك يبقى موجود في كل مكان عشان بعدها يلبوا احتياجات الناس، ويبتدي البيك ان هو يتنشر في كل المملكه. بعد نجاح فرع مكه ابتدوا ان هم يفتحوا فروع تانية في المدينه وينبع والطائف والرياض والقصيم وغيرها من كل الاماكن اللي موجوده في المملكه العربيه السعوديه، علشان النهارده يبقى في اكتر من 120 فرع للبيك في المملكه كلها، وفرعين موجودين في البحرين وفرع في الامارات. يمكن من اهم عوامل نجاح البيك ان هم قدروا يقدروا الزبون اللي داخل لهم ده ويقدموا له احسن خدمه عنده واحسن جوده للمنتج او الطعام بتاعه، وفي نفس الوقت كل ده بيكون باسعار معقوله في متناول ليه. تميزهم بالخلطه والوصفه السحريه اللي بيعملوها في اكلاتهم، وتميزهم باسمهم البيك المختلف عن كل مطاعم البروست التانيه اللي موجوده، كان دايما من عوامل النجاح. ولكن السر الخفي اللي انا شايفه ممكن يكون هو اهم عامل من عوامل نجاح البيك هي الحاجه اللي اكتشفها رامي واحسان بعد وفاه والدهم. كان في بقى جمعيه خيريه والدهم شكور ابو غزاله قبل ما يموت كان بيديهم ريال على كل وجبه هو بيبيعها، واولاده ما كانوش يعرفوا الموضوع ده. بعد ما والدهم توفى ابتدت الجمعية الخيرية ان يضيق بيها الاحوال، فراحت الجمعية الخيرية دي لرامي واحسان وقالت لهم والدكو شكور كان بيدينا ريال على كل وجبة هو بيبيعها، من بعد ما مات الخير ده ابتدى ان هو يتقطع. الابناء ما كانوش يعرفوا الموضوع ده، ولكن اول ما عرفوا قرروا ان هم هيستمروا في فعل الخير اللي والدهم كان بيعمله، وقرروا ان هم هيدوا الجمعية الخيرية بدل ريال واحد على كل وجبة هيدوها ريالين على كل وجبة هم هيبيعوها، وده علشان يكون عمل خير لله وتذكيرا لوالدهم ومضاعفة لاجره عند الله. فيمكن بعد الفشل الزريع اللي فشله شكور ابو غزاله في افتتاح اول مطعم ليه هي الصدقه البسيطه اللي كان بيطلعها عن كل وجبه هو بيبيعها، واللي بعد ما يموت يخلي ابنائه وهم يكملوا في مسيره والدهم ويحققوا النجاح اللي هو ما قدرش يحققه، ويستمر الخير يوصل للجمعيه الخيريه كل شهر. وبس كده، اتمنى تكون استفدت من فيديو النهارده ومعلومه بسيطه. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتشترك في القناه، وقول لي قبل ما تقفل الفيديو لو كنت جربت البيك قبل كده عجبك ولا لا، اكتب لي تحت في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في رحله جديده. سلام عليكم.